للأسف النهاردة الكل يعني اتفزعنا على خبر كان صعب جدا على أبناء الوطن اللي كانوا بالداخل والخارج، وهو مقتل أحد أبناء الوطن المنتمي لمحافظة المنيا مركز مغاغة قرية آل الشيخ. طبعا المقتول هو عشري محمد حسن معوض، ويبلغ من العمر 37 سنة، يعمل بمملكة العربية السعودية وبالتحديد في العاصمة الرياض. تعرض النهارده لحادث بسبب مشاجره مع احد الاشخاص، وهو يعني كان داخل سوق بتاع فاكهه وبتاع خضار، اتفق معاه على مبلغ معين ان هو يحمله العربيه وهي عباره عن ديانه كبيره، يحمل له مبلغ فلاني، فاختلفوا مع بعض على المبلغ. فللاسف الشديد الجاني يعني طلع اشهر سلاحه الناري، وللاسف الشديد بدون اي رحمه اطلق عليه 5 اعيره ناريه. يعني رحمه الله عليه، استقرت في منها اللي استقر في جسده ومنها اللي اخترق جسده من العيار الناريه. تم نقله على الفور لاحد المستشفيات بالعاصمه الرياض، ولكن يعني حاولوا بالفريق الطبي بكل ما يملكوا من عمل اسعافات اوليه لانقاذ الحاله، لكن شاء القدر وتوفى رحمه الله عليه. يعني عسيري رحمه الله عليه شاب محترم، جميع يشهد به الطيبه والاحترام. الحادث كان صعب جدا، وطبعا مش هو بس اللي كان في الحادث، لا ده كان معاه كمان ابن اخوه في نفس الحادث، حاول ان هو يشيل عنه بعض العيار الناريه، فجات له 3 طلقات في ذراعه الايسر لابن اخوه، وهو دلوقتي حاليا متواجد في المستشفى. قوات البحث الجنائي حفظهم الله الابطال نجحوا بالفعل في القاء القبض على الجاني، وهو الان في يد العداله، ولا مجال ولا تهاون في موضوع القصاص، لان المملكه العربيه السعوديه في موضوع المواد المخدره والقصاص والقتل لا تهاون مع اي شخص كان من يكون. وهو يعني من الامور اللي كانت يعني معروفه للجميع انه العشيري ده رحمه الله عليك الراجل محترم جدا، يتميز باسلوبه المميز وطيبه قلبه، لدرجه انه لما انتقل النهارده للمستشفى، يعني يمكن انا اوريك الصوره النهارده، الكل جري وراه، سعودي ومصري ويمني وجنسيات اخرى، كلهم لحقوا على المستشفى عشان يطمنوا على حالته، ويعتبر دي صوره اوليه من خارج المستشفى. عشيري رحمه الله عليه كان مميز بادبه واخلاقه العاليه، نسال الله عز وجل ان يرحمه وان يغفر ليه. وارجوكم برضو ادعوا لابن اخوه برضو في حاله حرجه، والجان الان في يد العداله، ولا بديل عن القصاص.